هذه الشعرية أيضا هي شعرية الثنائيات المتعارضة، ولكن ليس بالمنطق الكلاسيكي القديم، ولكن بمنطق مغاير تتباعد فيه الوحدات الشعرية المتباينة وتتسع وتتشظى ويتسع مداها. فمثلا في القصيدة الأولى، القصيدة الأولى كتانة، جدل الذات الشاعرة ورفيقتها. القصيدة الأولى التي تعتمد على وحدتين شعريتين تنهض عليهما هذه القصيدة، بل تنهض عليها بعض النصوص المشكلة لمتن الديوان أيضا. ثم شعرية الخروج عن هذه المسارات المتوقعة، ثم الاتكاء على توالد الحكي الشعري بلا استطرادات أو زيادات لفظية. في القصيدة الأولى الكتانة، الكتانة طبعا أصلا هذه المفردة بتحيلك، يعني أنا سأذهب إلى خارج النص لأعضونه في داخل النص، يعني مش داخل النص هذا في الحقيقة ليس هدفا لا للنقد ولا لنا. وبالتالي الحقيقة إن ولذلك جزء من كان من حالة تقدر تقول الضمور في المشهد النقدي يا أستاذ شربيني، المشهد النقدي العربي كان جزء من حالة الضمور، هو إن الخطاب النقدي ترك الابتعاد، ترك فكرة البحث عن جماليات النص، ساب الفن، لم يجعل الفن غاية، ساب الغائية. هذه الغائية، الغائية هي أدمية الأدب في الحقيقة، الغائية هي الشعرية، الشعرية بمعنى الجمالية، بمعنى الأدبية. وراح وبدأنا نكبر في تحليلات، يعني إما يبقى تحليل يقول لك سيكولوجية الإبداع، فأصبح التحليل هو عبارة عن تحليل نفسه فقط. ده جميل، ده كويس، ما فيه الأوت أوف تكست، وأنا راجل بحب البنيوات التوليدية، ما فيش مشكلة، بس هي ليس كل شيء في الحياة، المهم داخل النص. لأن أنا لأن بهذا المنطق يمكن أن يأتي مثلا عالم اجتماع فيكتب رواية، فيصفق له الجميع باعتبار أنه كتب رواية تتحدث عن الأبنية الاجتماعية، أو أن يأتي رجل مثلا عالم في التاريخ أو في الآثار فيكتب رواية في التاريخ، رواية تاريخية، فيصفق الجميع ويتحدثون عن جماليات الرواية التاريخية. طبعا المشهد هنا، أنا عايز طبعا، أنا أصلا الجزء الأساسي من مما نصنعه في المنتدى هو إن النصوص، إحنا بنشوف حركة النص الأدبي والطموح الجمالي اللي ممكن يقدمه النص العربي عشان يبقى موجود الحقيقة في خارطة النص العالمي، يبقى موجود في خارطة أو في مشهد الإبداع في العالم. النص هنا، نص عاطف عبد العزيز، جزء من المسألة إن هو بيشتغل على فكرة، هذه الفكرة واضحة تماما في القصيدة الأولى الكتانة. الكتانة، وأنا قلت إن أنا سأشير، لن أخو يعني فكرة الأوت أوف تكست أو خارج النص، الكتانة هتستدعي لديك على الفور الكتان، وخاصة إن في دلالات نصية وفي مذكور نصي جوه القصيدة بيتكلم عن قماش الكتان في مقابل قماش الحرير. وهذه الرفيقة التي حينما ارتدت الكتان كانت أجمل أو كانت أبهى من ارتدائها الحرير. طيب، الكتان اللي بيستدعي أيضا بالمناسبة جزء من التاريخ المصري القديم. نعم، اللي بيستدعي جزء من التاريخ المصري القديم. أجمل شيء هنا إن هذه الإشارات التي تذهب إلى خارج النص هو لم يغرق فيها في الحقيقة، يعني هو في النهاية هو بيضع هو يدرك تماما ما يسمى البؤرة الشعرية أو مركز الحكي الشعري، ولا يحيد عنه، يعني حتى حينما يخرج عنه سرعان ما يعود إليه. والكتانة هي ما تبقى بين هاتين الوحدتين الشعريتين، بين الذات الشاعرة ورفيقتها، هاتان الوحدتان الشعريتان المتجادلتان في القصيدة، والتي تشكلان معا هذا العالم الشعري المصنوع على مهد أن تقيم عالما شعريا. هذا مناط الجدارة في هذه القصيدة، أن تقيم عالما شعريا
يعتمد بنية الحك الدرامي، حيث البدايات والتحولات والمآلات والمصائب. عالم ضاغط الذات الشاعرة فيه تتأهب لسفر بعيد إلى بلد إفريقي، ثم توقف أحداث الحياة هذا السفر. وهنا في هذه اللحظة الدراماتيكية المأزومة من عمر الذات الشاعرة، ستصبح المرأة ليست مفتاحا للحياة فحسب كما في تراثنا، ولكن ستصبح المرأة بديلا حرا عن هذا المأزق الحياتي. الشاعر الذي يقول: وها أنت تكتبين شعرا لا يخلو من الأخطاء، تلك التي تجعله أعمق إيجاعا وأكثر لياقة بالحياة التي هي أخطاء فوق أخطاء تحت أخطاء. أما عني فصرت رجلا يجهوز مكعبا من الطمأنينة، يقلبه بين أصابعه قلقا كل ليلة، ثم يعيده إلى رف الأيقونات. صارت عندي عائلة لها حنان معتق، يذكرني بقنينة العطر التي جاءتني ذات يوم كهدية من صديق الهندي. كتب إلي الرجل مرة يحذرني: في دولابك الآن لغم يا عاطف، أجل لديك عطر مسحور لا يؤمن له جانب. طيب، وبالتالي أنت وأنت بتقف عند هذا المقطع، القارئ النوعي أو النموذجي بتصنيف المثالي بتصنيف إيكو أو القارئ النموذجي بتصنيف لومبرد هيتأهب إن هو إن الجزء المفردة اللي جاية هتبقى العطر، يعني هو وقف هنا عن أجل لديك عطر مسحور لا يؤمن له جانب. لازم تكون المفردة الأخرى هتبقى العطر. العطر كان يحمل بالفعل رائحة فردوس مفقود، كلما نزعت عنه السداد اضطرب الناس من حولي لذة والتهب حلقي، ثم لا يلبس أن ينقسم على نفسه النهار. يبقى إذن هنا الشعر، هذا النمط الشعري، هذا النسق الشعري الذي يعتمد على هذا التكنيك اللي هو يعتمد على هذا الجدل ما بين الذات الشاعرة ورفيقتها اللتين تشكلان هاتين الوحدتين الشعريتين المركزيتين في القصيدة. ولكننا لسنا أمام التصور زي ما قلت حتى البنياوي اللي بيعتمد على فكرة الثنائيات المتعارضة، فالذات الشاعرة ورفيقتها ليستا ذاتين متعارضتين، إنهما يسعيان إلى هذا التكامل أو هذا التآزر.